شكرا لزميلة عليا الهملي على هذا التقرير المميز. مشاهدينا، من هذا التقرير ننتقل معكم إلى فقرة أخرى من فقرات صباح الشارقة، وضيفتنا اليوم فنانة تشكيلية مثابرة وصاحبة ريشة قوية، شاركت في العديد من المعارض الفنية محليا وعربيا. يسعدنا أن تكون ضيفتنا اليوم الفنانة التشكيلية نورة الهاشمية. أهلا ويا مرحبا بك أستاذة نورة، حياك الله. يشرف وجودنا. الله يسلمك ويعافيك. استاذه نوره، في البدايه قبل ما ندخل في التفاصيل نتكلم عن الفن او الفنون التشكيليه، بنتكلم عن بدايتك في هذا المجال، متى كانت البدايه؟ كاي فنان طبعا بالموهبه، بدايه الفن معايا انولد معايا. نعم. فكل موهوب ينولد معه للفن أو أي مجال ثانية، بس طبعا أنا طورته بالدراسة، وهي هي كانت البداية من وأنا صغيرة يعني. نعم. وأنت صغيرة تحبين الفن ما شاء الله وتحبين الرسم، ولكن متى كانت نقطة التحول؟ خلينا نقول نقطة التحول، طبعا احنا درسنا الفن في الكلية وكل أنواع الفنون، تخرجت من الكلية ما مارست الفنون ابدا. نعم. درست الجرافيك ديزاينر، بما ان عصر التكنولوجيا والكمبيوتر. نعم. بعدت عن الفن. نقطه التحول الاساسيه. نعم. في هذا كله عندما رجعت للريشه مره ثانيه. نعم. هذا هو التحول الكبير اللي عندي. جميل. طبعا فتره طويله وقفت عن الريشه. نعم. مارسنا التكنولوجي والتصميم الجرافيكي. ايوه. نعم. بالماوس والكيبورد والشاشات والسكرين. هناك اختلاف ما بين استخدام الرسام للريشه وما بين استخدامه للاجهزه اللوحيه، صحيح؟ بس اختيمل، انا اقول دائما اللي بيمارس الجرافيك ديزاين لازم يكون عنده حس فني. نعم. في الالوان وفي تعدد الالوان وفي تمازج الالوان. فالجرافيك او اللي بيستخدم الكمبيوتر كرسم لازم يكون عنده حس فني. نعم. فهذا هو الافضل يعني. مدارس الفن متعدده. نعم. ابى اسلط الضوء اليوم على المدرسه الواقعيه. ما هي هذه المدرسه؟ ما هو الفن الواقعي؟ هو في وايد مدارس فنيه، بدينا طبعا من العصور القديمه. نعم. لين عصرنا الحالي. نعم. وفي عصورنا الحالية على فكرة اخترعوا مدارس جديدة. فشو كان المدرسة الواقعية؟ هي أعتقد ثالث مدرسة من عقب الكلاسيكية الرومانسية. فنحن نعتبر المدرسة الواقعية قوية. نعم. شو هي المدرسة الواقعية؟ على اسمها رياليزم، أن نرسم الواقع كما هو بالدقة. مع احترامي للمدارس الثانية في التجريدي. نعم. وفي التكعيبي، هذين يعني في عندهم محبين ومعجبين طبعا، بس أنا أقول الفنان الحق اللي أو القوي اللي يبتدي بالمدرسة الواقعية. فالمدرسة الواقعية وايد قوية. من يومين كنت في معرض الصيد والفروسية، عندنا شباب ما شاء الله عليهم رسامين. فأختي أمل، يعني تعرفين نحن بما بيطلب منا دولتنا طبعا. نعم. نحن لازم نكون الاول في كل شيء، بما ان المدرسه الواقعيه قويه. الحمد لله. لاحظت ان كل الفنانين مدرسه واقعيه. نعم. ليش؟ لانهم يبون يثبتون انهم الاقوى. نعم. وفي تحدي على فكره، في تحدي منو اللي ريشته قويه في الفن الواقعي. نعم. فتلاقين في معجبين في التجريدي، في الواقعي، في التكعيبي. فبس كل إنسان، كل فنان له ريشته ومميزة هالريشة. نعم. بس يعني هذا ما يبعدنا عن التجريدي مثلا. أنا استخدم التجريدي كباكراوند للواقعي، للخلفية ربما. للخلفية. صحيح. نحن نواكب. صحيح. هذا العصر. نعم. وأنا أعتقد هذا اللي خلاك أنت تختارين وتدخلين يعني في تفاصيل هذه المدرسة. وايد. صحيح. أحب التفاصيل، يعكس شخصية الفنان. نعم. نعم. نورة، كلمينا عن خصائص هذه المدرسة ومميزات هذه المدرسة. تكلمتي كثير وقارنتي كذلك ما بين هذه المدرسة الواقعية وما بين المدارس الأخرى، مثل المدرسة التجريبية والتجريدية والتكعيبية وغيرها. نعم. من المدارس الأخرى، والانطباعية والكلاسيكية. نعم.
بس هذيل المدارس على فكرة فيهم فنانين عظام يعني ذكرى ولهم صيت ولوحاتهم الحين تنباع بالملايين. بس المدرسة الواقعية أتخيل أن الفنان الواقعي ممكن أن يدخل في التجريدي في التكعيبي، لكن في اعتقادي أنا الفنان التجريدي يمكن صعب عليه شوية أن يدخل في مدرسة الواقعية بما لها من دقة من تفاصيل. فهو أنا ما أقول لك أنا أعترض على ها يعني الفنان فنان ترى يقدر بالريشة يرسم أي شيء، بس أنا أقول يعني صعب شوية يدخل في الواقعية. أما الواقعي ممكن بضربات الفرشاة يدخل في كل مجالات الفنون أو المدارس الفنية. أستاذة نورة، بالنسبة لك شو الأدوات الأساسية اللي يحتاجها الفنان في الرسم بشكل عام، في الفنون بشكل عام، وكذلك ما هي الألوان اللي أنت تفضلينها؟ شوفي ها سؤال وايد حلو. الفنان الواثق من نفسه، والله أختي أمل أي شيء بيستخدمه عشان يرسم. أي لوحة، أي كانفاس، أي ورقة يعني بيرسم عليها. أي خامة هو يكون واثق من نفسه. وهم دائما يسألون مثلا إذا رسمنا شو نوع الفرشاة، شو رقم الفرشاة. صحيح. نقول يا الله يعني الفنان اللي واثق من نفسه ياخذ أي شيء حتى بسعر زهيد، تخيلي بأي سعر. اللي حين داخلين في الفنون وايد يروحون المكتبة يشترون فراش بقيمة عالية، لكن هو المهم الاستخدام. نتكلم عن الألوان. هل تفضلين ألوان الأكريليك على سبيل المثال أم الألوان الزيتية؟ هناك أنواع كثيرة من الألوان. أيوة صح. ما هي الألوان المناسبة للرسم؟ في الكلية نحن كنا دائما نستخدم من الألوان الزيتية. تربينا عليها وكبرنا عليها. لكن الألوان الزيتية شوية قاسية علينا من ناحية الفراش وتنظيفها، من ناحية ريحة اللون يعني، وعندنا نحن أماكن ضيقة لاستخدامها. فشو اكتشفنا؟ الألوان المائية وايد رائعة وحساسة، وللإنسان الحساس والراقي الألوان المائية. تشوفين الحين ابتدوا في أوروبا في أمريكا يستخدمون الألوان المائية، روعة، استخدام رائع. خلينا الألوان المائية شوية، اتجهنا للأكريليك. الأكريليك جدا رائع. ما في ريحة. الفرشاة هو اللون الأكريليك بين المائي والزيتي. فتستخدمين المائي فيه وتغسلين الفراشي براحتك، تستخدمين براحتك في دقة، حتى الفرشاة المائية الدقيقة. الأكريليك في وايد دقة. الحين أنا دائما لما أشوفهم يرسمون زيتي، شو رأيكم تجربون الأكريليك؟ وايد بتستانسون فيه. ألوان يعني الأكريليك كذلك، أقطع كلامك بالخير أستاذة نورة، تنشف بسرعة مقارنة ببقية الألوان. صحيح. كنا نتريا اللوحة نترياها شهور والله لما تنشف هذا الزيتي. بعدين هو الزيتي له ميزة بعد حلوة، إذا غلطتي في حركة أو في خط ممكن أن نضيفين عليه. أما تفادين الأخطاء ربما. هي. أما الأكريليك شوي صعب. الأكريليك يباله ريشة فنان، ريشة قوية، ريشة فنان واثق من نفسه. يعني هذا هو الأكريليك، نفس الووتر كلر. أو الألوان المائية. ذكرتي في البداية أستاذة نورة أن الفنان المبدع قادر على أن يرسم على مختلف الخامات. صحيح. ويستخدم مختلف المواد والخامات ليبدع ويبرز صورة جميلة. يعني تقدم كذلك رسائل كثيرة للمجتمع. صحيح. ما هي الخامات اللي أنت تفضلينها وترسمين عليها؟ جميع الخامات. أنا استخدمت جميع الخامات الخشب. ما شاء الله. مزجت الأكريليك مع التراب. نعم. يعطي تأثير جدا رائع. جربنا كل شيء. التأثير التجريدي والسبراي، ألوان سبراي، ألوان الرش، كل الخامات. الفنان لا يقف على خامة واحدة، غلط، لازم يجرب كل شيء لو يفشل. المهم أنه دخل في هالتجربة، يكون عنده اكسبيرينس أو خبرة في هالشيء. على أساس أنه إذا سئل أو قالوا له شو رأيك في هذا، عنده إجابة. يقدر يجاوب يعني وكل ثقة. لازم الإنسان أو الفنان يجرب كل شيء. نعم.
فهاي أستاذة نورة بنشوف بعض الصور ومجموعة من الصور طبعا. وبنتحدث عنها أكثر وبنشوف جماليات هذه الرسومات كذلك باللوحات. هذه لوحة نتكلم عنها، واقعي على تجريدي، أما هذه واقعية، هاي ووتر كلر مائي، ألوان مائية، ألوان مائية وفيها نعم. تفاصيل، شوفي نعم. يعني كل لوحة فيها تفاصيل، صور جميلة. الله يخليك، شكرا. هذه صورة أخرى كذلك، هاي مائي بالألوان المائية، بالألوان المائية. وهذه الصورة كذلك، شوفي يعني هاي أكريليك مع ألوان مائية، ممكن تمزجين لونين مع بعض، مع التفاصيل، مع التجريدي الواقعي على تجريدي. نعم، لازم الفنان يجرب كل المدارس. نعم، هاي مثلا ألوان مائية، شوي اللون قوي فيها. نعم، غير عن اللوحات الثانية أو الأعمال الثانية. نعم، هاي ألوان مائية وألوان هادية. وعلى فكرة رسمي كله من التراث، شوفي مثلا هذا الباب من التراث. صحيح، كل بيئة، كل فنان يعرف بيئته. جميل، ويوم يرسم بيئته كأنه عارف شو هو بيرسم. جميل، كان يخاطب اللوحة، يخاطب البيئة. جميل، واخترتي كذلك الألوان. أنا أعتقد الرسومات واللوحات اللي نحن شاهدناها هي بألوان ربما تكون ألوان ترابية، مائلة على اللون البني أو الأصفر، مستمدة من الطبيعة، من بيئتنا المحلية. نعم، هذه صورة أخرى كذلك أستاذة نورة، كلمينا أكثر عن هذه الصورة. المها، صراع المها. نعم، المها تمثل دولة الإمارات، وعندنا أنواع طبعا من المها، الظبي، المها، الغزال. نعم، أنا وايد أحب أرسم من بيئتنا الحيوانات. ها مثلا عندك خيل اسمه الشيخ نعم. عمار النعيمي، الله نعم. يحفظه، يعني هو متميز في خيول الاصيله العربيه، الاصيله وايد عجبتني. نعم، فهذه مائي بالالوان المائيه، الالوان المائيه. جميله الصور في الحقيقه. شكرا. انا اعتقد ان من خلال الرسومات اللي نحن شاهدناها اكيد مع المشاهدين وكل من تابعنا في هذه اللحظات، انك انت تحرصين استاذه نوره على انك تنقلين تراثنا وعاداتنا ربما وتقاليدنا الى العالم اجمع. صحيح، المفروض سافرت من كم سنه روما، وطبعا ايطاليا كامله، انا دخلت في تفاصيلها في معارضها. نعم، عرضت عليهم ان اجيب لهم في معارضهم لوحاتنا، مش لوحاتي انا بس. نعم، لوحات الفنانين الاماراتيين. صدقيني انا شفت لوحاتهم مش اكثر جمالا عن لوحاتنا. لوحاتنا عندنا الريش صراحه وايد رائعه، مبدعه. فاتفقت وياهم اني اجيب لهم لوحاتنا، يعرضونهم حتى في معارض عالميه عندهم. انا كل سنه اسوي معرض الفنانين، اجمع كل فنانينا في معرض واحد، واتفق مع الشركات، مع المؤسسات. وهذا حلو ان تظهر فنانين، مثلا في فنانين خريجين بس نعم. مش وايد متواجدين في الساحه، او قولي مثلا الخجل يطغى عليهم، يبالهم حد يطلعهم في ساحه الفن او في ساحتنا. نعم، فكل سنه الحمد لله اعمل معارض على اساس اجمعهم كلهم، ولله الحمد. الحين تعرفين سنتين الكوفيد وقفنا، الحين ان شاء الله بنستمر على تنسيق المعارض زياده ان شاء الله. قبل ما ننهي اللقاء معك استاذه نوره، بغيت منك كلمه نصيحه توجهينها للفنانين المبتدئين، خلينا نقول. اهم نصيحه حق الفنانين، حتى الفنانين الناشئين اللي توهم بيرسمون البورتريه، بورتريه الزعماء، الشيوخ، الامراء، المفروض اختي امل ان يكون في عندنا لجنه فنيه. أي فنان بيرسم البورتريه الشخصية، نعم، لازم يدققون فيها أول شيء، وبعدين ينشرونها على الانستا أو التواصل الاجتماعي. مش المفروض ينشرون أي لوحة مش مدقق فيها، لازم يدققون في كل لوحة. نعم، لأن في بعض الفنانين يتعلمون، بس يتعلمون بإشراف يد فنية قوية. نعم،
فهي هي النصيحة يعني اللي أوجهها للفنانين. يعطيك الصحة والعافية أستاذة نورة، نحن شاكرين لك في الحقيقة تواجدت معنا اليوم في الاستديو. شكرا لك، حياك الله.